أهلا بكم من جديد. شهدت مناطق شمال سوريا 3 هجمات بطائرات مسيرة تركية استهدفت سيارات تابعة لقسد ونقاط مشتركة لقسد أيضا مع قوات النظام، وذلك على وقع العملية التي تهدد أنقرة بشنها في سوريا ضد حزب العمال الكردستاني. المزيد في تقرير نور الدين رمضان. حرب عبر هجمات بالطائرات المسيرة تشنها تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا. آخر تلك الهجمات استهداف مسيرة لسيارة جيب عسكرية في المدخل الشرقي لمدينة القامشلي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر، هم 3 نساء من وحدات حماية المرأة وقيادية من حزب العمال الكردستاني تشرف على مراكز أمنية على الشريط الحدودي مع تركيا. هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدفت أيضا مواقع عسكرية مشتركة لقوات النظام وقسد في مدينة عين العرب كوباني شرقي حلب، بعد ساعات من استهداف طائرة مسيرة أيضا سيارة عسكرية لقسد على طريق عمودة بريف الحسكة في 3 استهداف بالمسيرات خلال 24 ساعة. الهجمات المتكررة بالطائرة المسيرة التركية جاءت بالتزامن مع حركة نشطة لقيادات في حزب العمال الكردستاني شمالي شرق سوريا على وقع التهديدات التركية بعمل عسكري يستهدف تل رفعت وعين العرب وربما منبج، لتكون هذه الهجمات بمنزلة التمهيد للهجوم. على الجهة المقابلة تواصل قسد تحضيراتها بالتنسيق مع قوات النظام التي تستمر في الانتشار بمناطق جديدة قرب المناطق التي تشملها العملية، كما تواصل قسد رفع جاهزية قواتها حتى دير الزور البعيدة عن خطوط الاشتباك وترسل المقاتلين منها نحو ريف حلب. حول هذا الموضوع أرحب مجددا بالخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال معنا في الاستوديو، كذلك بالباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي معنا من غازي عين تاب. عميد أحمد، كيف تتابع التكتيكات المتبعة من قبل تركيا باستهداف نقاط قسد ومواقع قوات النظام عبر المسيرات التركية؟ أولا المسيرات اليوم من حيث المبدأ أثبتت في الحروب الحديثة وما يظهر في أوكرانيا من أنها وسيلة أساسية للدول الفقيرة لإيجاد توازنات مع الدول التي تمتلك طائرات الجيل الخامس وغيرها من التي تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإنتاج تلك الطائرات. الطائرات المسيرة أثبتت وجودها في أوكرانيا، أثبتت وجودها في الهجوم على قاعدة ومنشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية، وأثبتت وجودها في مكان آخر. حتى اليوم روسيا تطالب بالحصول على طائرات مسيرة من إيران لدعم مجهودها الحربي في أوكرانيا. هلأ القصفات الأربعة اللي صارت على سيارة لقصد، على تجمع في عين العرب، على سيارات وصلت على حميميم وادعت روسيا أنه أسقطت مسيرتين، وعلى مناطق في تل رفعت، 4 مواقع في 3 رسائل. الرسالة الأولى ما زلنا مستمرين في استهداف قيادات البيكيكي وفق التفاهم الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت لتركيا منذ عدة أشهر، من أكثر من 8 شهور أعطت تفاهمات أو تم تفاهمات وتم توافقات يحق لتركيا بعيدا عن التدخل العسكري وإدخال قوات من استخدام الطيران المسير داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من أجل قصف قيادات البيكيكي. حتى هذا الكلام قيل للوفد الاستخبارات الفرنسي البريطاني الأمريكي اللي والتحالف اللي زار منبج واجتمع مع مجلس عسكري، لما طالبوا بحظر جوي قالوا الحظر الجوي موجود، قالوا المسيرات، أجابهم رئيس التحالف أو مندوب التحالف، المسيرات تعمل بتفاهم تركي أمريكي ونحن نتعامل من دولة إلى دولة وهناك علينا التزامات. طيب الرسالة لحميميم، أنا قادر أفعل قاعدة حميميم وقادر أقلق مسعاكم وقادر أقلق وجودكم في أي لحظة، والطيران المسير قادر يوصل، حتى في سلاح جديد قد يستخدم، سلاح الذي يعتمد على مضخات الهواء وممكن ينتقل بشر يوصل فيها وعناصر انتحارية وبيقطع فيها 100 كيلومتر وبوصل، والمسافة لحميميم ما بتتعدى 50 كيلومتر، وبالتالي هناك وسائل. الرسالة في تل رفعت دائما انتبهنا، كل ما صار تحرك في تل رفعت روس الأتراك بيطلعوا بيقصفوا مباشرة، بمعنى وكأن رسالة تركية تقول قد أتسامح في عين العرب، قد أتسامح في عين عيسى، قد أتسامح في منبج، لكن من إخوة تل رفعت
ما في مسامحة، هدول ممنوع حد يتواجد فيهم. هلأ أيضا في المسيرات اللي عم تتحرك في أرياف إدلب وأرياف الساحل، ما ننتبه لنقطة مهمة، ما هي البرقدار اللي عم تطلع؟ هناك طيران مسير من أنواع مختلفة، من طائرة بحجم كف اليد إلى طائرة بحجم سيارة شاحنة. تستخدم طائرات مسيرة مجهولة بيسمى، يعني بمعنى أنه يمكن لتركيا التنصل منها ويمكن الحصول عليها من أسواق السوداء، ممكن لهيئة تحرير الشام الحصول عليها، ممكن جبل وطنية، ممكن للجيش الوطني، وبالتالي تركستان ممكن يحصلوا عليها. وبالتالي كل ما يحصل هي رسائل مبطنة. في حقيقة الأمر روسيا تعلم تلك الرسائل، وأنقرة تعلم تلك الرسائل، ونظام أسد يعلمها، وإيران تعلمها، والأمريكان يعلموها، وبالتالي عملية عض أصابع من يصرخ أولا. عبد الوهاب، يقودنا هذا التكتيك تكتيك المسيرات لاحتمالين. الأول أنه تمهيد لتنفيذ التهديدات التركية بعمل عسكري يشمل الأراضي السورية في شمال غرب سوريا أو في شرق الفرات، والثاني هو أنها بديل عن العمل العسكري. أيهما أرجح برأيك؟ أعتقد حاليا يمكن ترجيح الخيار الثاني، أي أنها الخيار البديل عن العملية العسكرية إلى حين أن تكون الظروف مهيئة لتركيا لشن هذا النوع من العملية. دعنا نعود قليلا للوراء. تركيا بدأت استخدام هذه الآلية أو هذه الاستراتيجية ضد قوات سوريا الديمقراطية أو ضد حزب العمال الكردستاني منذ 21 أو 20 آب عام 2021، استخدمته بكثافة وبكثافة عالية جدا في محيط عين العرب وفي تل تمر وفي المالكية أيضا، حتى في شباط الماضي على سبيل المثال أعلنت عن حملة جوية باسم نسر الشتاء استهدفت فيها تقريبا قرابة 70 موقع تابع لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بين سوريا والعراق. هذا التكتيك إذن بالنسبة لتركيا أصبح خيارا عسكريا استراتيجيا، وهو حقيقة لا يحتاج بالضرورة إلى وجود تنسيق عالي وكبير جدا مع الدول الضامنة. قد يكون الأمر ويقتصر على مجرد إخطار. يعني دعنا نعود إلى أحد الاستهدافات الذي جرى في نهاية عام 2021، تسبب بمشكلة مشكلة تواصل وأزمة بين تركيا وروسيا. طبعا أدى ذلك إلى قيام روسيا بالمقابل بقصف وتصعيد القصف على إدلب على اعتبار أن تركيا لا تلتزم بخفض التصعيد. حقيقة خيار الطيران المسير يعتبر بالنسبة لتركيا سلاحا استراتيجيا، يعني أمام إغلاق الأجواء شمال غرب سوريا سواء من قبل روسيا أو من قبل إيران، وهو أقل تكلفة، وهو يحمل أيضا بالنسبة لها قدرة أعلى على استهداف أو ضرب الأهداف وبنك الأهداف الذي لديها. تحديدا حاليا نتحدث عن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، لكن سابقا كنا أيضا نتحدث عن قوات النظام السوري، ودليل ذلك معركة عملية درع الربيع وما أدى ذلك إلى يعني استنزاف حزب الله وقوات النظام والميليشيات الإيرانية وحتى وسائل الدفاع الجوي التابعة لروسيا من بانستر وغيرها من الأسلحة. الآن تركيا أعتقد أنها تعتبر هذا السلاح خيارا استراتيجيا، لكن أيضا بالمقابل لابد من النظر إلى الأمر من زاوية أخرى. في الشهر الماضي على سبيل المثال لم تستهدف تركيا بشكل كبير جدا حزب العمال الكردستاني عبر الطيران المسير، وكانت أيضا بتوازي من ذلك تسير وللمرة الأولى عددا كبيرا وغير مسبوق من دوريات مشتركة مع روسيا. كان ذلك في يبدو كرسالة حسن نية قبيل انطلاق مباحثات أستانا في طهران، لكن الآن بعد المباحثات الدوريات تقلص عددها بشكل أيضا ملحوظ في هذا الشهر شهر تموز، وأيضا بما يخص الضربات عبر الطيران المسير زاد عددها. إذن تركيا تريد أن توصل رسالة بأنها قادرة أيضا على تقليص التزاماتها ما طالما أن الأطراف الأخرى غير مستعدة للاستجابة إلى أهم وأحد أكبر المتطلبات الأمنية لديها في سوريا، وهو محاربة حزب العمال الكردستاني والاشتراك في إخراج هذا التنظيم من مناطق شمال غرب سوريا وإبعاده عن 30 كيلومتر في شرق الفرات.
لديك تعليق عن الأحمد؟ يعني أول شيء كلمة بديل الطيران المسير لا يحسم معركة، حتى الطيران المقاتل لا يحسم معركة. بحرب الخليج 43 يوم من كل الأعمال الجوية والقصف الجوي للتحالف الدولي على 43 يوم لم يستطع تقدم بتروح في العراق وتحرير الكويت إلا بعمل العنصر البشري، العنصر البشري أساس. لكن الطيران المسير حاليا قد يقوم بعمليات نوعية، قد يقوم بعمليات اغتيال، قد يقوم بعمليات قصف لمقرات قيادة، وقد يوصل رسائل مهمة. عندما قتل 34 جندي تركي في إدلب تحركت طائرة بيرقدار، أرسلت روسيا عربة بانثر، وعربة بانثر عربة دفاع جوي تسمى صائدة الطائرات، فاصطادتها البيرقدار فأعجم الروس وعادوا، وكانت رسالة تركية قوية. إذن المسير ممكن يغير بطبيعة المعركة، ممكن يحسن، لكنه لا يحسن معركة. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. الشكر موصول للباحث في مركز سوريا الدراسات عبد الوهاب عاصي، شكرا لك. متابعنا من غازي أنتاب.